अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए जानते हैं कि असर की चार रकात फ़र्ज़ नमाज किस तरीके से अदा करें। नियत की, मैंने चार रकात नमाज असर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ اللَّهُ أَكْبَرُ سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر تحيات لله والصلوات والطيبات السلام علیکم ایها النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمي الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العلى، سبحان ربي العلى، سبحان ربي العلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العلى، سبحان ربي العلى، سبحان ربي العلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طریقے سے عصر کی چار رکعت فرض نماز ادا کریں، اور چار رکعت سنت بھی اسی طریقے سے ادا کرتے ہیں، صرف اس میں فرق یہ ہے کہ آپ عصر کی چار رکعت سنت ہو یا عشاء کی چار رکعت سنت ہو، تو دوسری رکعت کے بعد اتحیات پڑھ کر درود شریف اور دعائے معذورہ پڑھ لیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور آخری دو رکعت میں بھی الحمد و شریف کے ساتھ سنتوں میں سورتیں ملائی جاتی ہے، یعنی سنتوں میں چاروں رکعات میں سورت ملائی جاتی ہے، بس یہ فرق ہے. اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، تو آپ کو قراءت نہیں کرنی ہے، یعنی الحمد و شریف یا کوئی سورت آپ کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ کو صرف سننا ہے. اس کے علاوہ تمام چیزیں آپ کو بھی امام کے ساتھ ساتھ ادا کرنی ہے، یعنی آپ اللہ اکبر اٹھتے بیٹھتے بھی کہیں گے، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ نہ کہہ کر آپ اس وقت ربنا ولک الحمد کہیں گے، اور آپ کو اتحیات درود شریف وغیرہ امام کے پیچھے پیچھے آپ کو بھی پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.